تنضم إلينا من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية لمزيد من التفاصيل. هبة، لدينا بعض العناوين حول هذه الخلية، لو تضعين في مزيد من التفاصيل، وعلى ما يبدو أن هذه الخلايا النائمة ما زالت تؤرق أو ما زالت في متابعة رجال الأمن في العراق. نعم، تحية طيبة يا ياسر. كل فترة وأخرى تعلن الخلية الإعلام الأمني القبض على هكذا خلايا موجودة خصوصا في محافظة كركوك وأيضا وبقية المحافظات العراقية، بس في محافظة كركوك تكون هذه الخلايا تكون خلايا نائمة، تتم القبض عليها من يعني وكالة الاستخبارات والتحقيقات الموجودة الاتحادية في وزارة الداخلية. كل فترة وأخرى يتم القبض على هكذا إرهابيين موجودين في الخلايا النائمة وبعض المحافظات العراقية. اليوم أعلنت أيضا خلية الإعلام الأمني القبض على 10 إرهابيين موجودين من خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي، مثل ما أشرت سموا بكتيبة الانتحاريين، نصبوا سيطرات وهمية وفي محافظات كركوك، وهذه السيطرات يعني قبل عملية التحرير التي قادتها القوات الأمنية العراقية الموجودة هنالك. تمكنت أيضا اليوم وهنالك ايضا قبل دقائق يعني اعلنت ايضا خلية الاعلام الامني القبض على ارهابيين موجودين في بغداد وكذلك في كركوك. هذه العمليات متواصله، هذه العمليات موجوده في العراق، وتكثيف امني وتفتيش ودهم يعني عده امور موجوده هنالك. اليوم ايضا يعني القت الاستخبارات العسكريه هذه الامور، وايضا الكتيبه تكون تزرع الأسلحة، تزرع العبوات الناسفة وكذلك الأسلحة، واليوم تم القبض عليها وإحالتهم إلى يعني الجهات المطلوبة، وأيضا تدوين أقاويلهم، وأيضا ويعترفون بالقضايا التي يعني الأمور التي ألقوا القبض عليها. اليوم أيضا يعني صرحت الحكومة العراقية بتكثيف مستمر في محافظة كركوك وباقي المحافظات العراقية من قبل تكثيف التفتيش وتفتيش الأحياء السكنية الموجودة هنالك، وأيضا نصب كمائن محكمة لهم. حتى يعني في هذه النقطة أنا كنت أريد أن يعني هبة، في هذه النقطة مسألة الانتشار الأمني، أنت طبعا تعلمين خريطة العراق يعني بشكل واضح، ما هي المناطق التي يتوجس الأمن خيفة منها في وجود خلايا نائمة؟ ما هي المحافظات الأكثر انتشارا لوجود إرهابيين أو خلايا نائمة حسب رجال الأمن في العراق؟ نعم يا ياسر، كركوك من ضمن هذه المحافظات، وأيضا محافظة الأنبار ويعني ديالى، هذه المحافظات موجودة خلايا نائمة تكون قليلة نسبيا، تكون تتراوح نسبتها يعني نسب قليلة جدا، حيث أن القوات الأمنية تكون مكثفة وتكثف التفتيش هنالك، وأيضا القوات المسلحة العراقية تواصل تنفيذ العمليات النوعية المبنية على جهد استخباراتي ومبني على جهد كبير أمني كبير لملاحقة فلول داعش الموجودة ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في هذه المناطق، وخصوصا حتى في المناطق الجبلية، وتكون المناطق هنالك أيضا يعني موجودة فيها هذه الخلايا النائمة من فلول داعش الموجودة. حتى ألقوا القبض على يعني قبل أيام أيضا على إرهابيين موجودين في هذه الأماكن، وخصوصا في كركوك يعني غربي كركوك والأنبار وأيضا نينوى وبقي المحافظات، يعني تقريبا أيضا ديالى تكون هنالك بعض من فلول داعش الموجودة هناك. تكتيكات داعش الموجودة في المحافظات العراقية هي تقوم بعمليات فردية فقط، لأنها يعني تكون قليلة جدا وقليلة جدا، هذه التكتيكات هي تكون مختبئة، تكون يعني تنفذ عملياتها في الليل وليس في النهار، قليلا ما تقوم بها في النهار، تستغل فرصة لتحقيق بصراحة نصر إعلامي توصل رسالة للعالم أنها متواجدة. بصراحة القوات الأمنية موجودة، قوات الأمنية مشددة على هذا
وهكذا أمور وعمليات ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابية تكون في حمرين وجنوب كركوك وأيضا الأنبار والكثير من يعني هذه تم القبض عليها ويعني وتمت النجاح الكثير من المداهمات التي تحصل من قبل القوات الأمنية. نعم، من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.